شاء الله بعدين تتوضح القضية. نجي الآن. What are the right strategies to avoid plagiarism؟ انتبه لي شوية طلاب، انتبهوا لي شوية. أنا حتى أتجنب طبعا إجابة على السؤال السابق راح نفصل ويتضح في النهاية، يتضح الجواب. What are the right strategies to avoid plagiarism؟ أنا حتى أتجنب plagiarism شنو أسوي؟ زين، أنا أفكار أخذ من الآخرين، حتى لا يقولوا لي أنت سارق، لازم شنو أسوي؟ لازم أتبع بعض الاستراتيجيز، لازم أسوي summarizing، يعني ألخص ما أخذه من الكتاب الآخرين، هذا واحد. مرة ثانية مو ألخص، وإنما أسوي paraphrasing، يعني أسوي إعادة صياغة. طبعا تختلف عن السمرايزنج، لانه تختلف عن السمرايزنج بمن ان شاء الله هم راح يعني اشرح هذا الشيء. اذا اما اسوي سمرايزنج، اسوي ملخص او اسوي اعاده صياغه للافكار وللكلمات والمفردات والسنتنسز بطريقه معينه، هسه راح اشرحها، او لا اخذ كوتيشنز. شنو يعني كوتيشنز؟ يعني اخذ الكلام نصا، سواء انا سويت summarizing أو سويت paraphrasing أو سويت quotation. بكل الحالات لازم أذكر شنو؟ citation. citation أو يسمونه documentation. citation or documentation. انتبه لي شوي. الآن أجي أعرف شنو summarizing. طلاب أكو سؤال، أكو سؤال الآن، يعني واحد صار عنده confusion، أو يعني إن شاء الله راح ينحل كل شيء بعد هذا الشرح. أكو سؤال لحد الآن؟ إذا ماكو سؤال حتى نستمر. أوكي، نور علي حسين. نعم، نور علي حسين. Sir, in the last year we wrote up a lot of reports. I think that reports have the main clue of research. So can we consider reports as a kind of research? شيء أكيد. يعني writing reports هو بالضبط هو يعني يبتني على عملية بحثية. يعني research paper. لكن شنو أكو بعض ال يعني different points. Specific points, right? See more people. جاي سمعوني طلاب؟ أعتقد صار عندي جاي طلاب. نعم دكتور. لا الآن جاي سمعوني الآن. حالياً. أوكي، صار قطع بالإنترنت ورجع الآن إن شاء الله. أوكي، انتبهوا لي شوي. أوكي نور، عملية كتابة الريبورت هي عملية بحثية، تقرأين مصادر ويعني تقومين بأعمال بحثية زين، حتى تنقلين يعني بعض المعلومات كريبورت، سواء كانت تحتوي على statistics، تحتوي على بعض الاناليسيس، يعني الى اخره، diagrams figures، وتنطين ريبورت نتائج. الغايه يعني قد يكون هنالك اختلاف في بعض purposes، يعني في الغايه من كتابه ريبورت، لكن بالنتيجه كتابه ريبورت لا تختلف عن كتابه البحث، لأنها يعني هي عبارة عن type of writing research، لكن بعض الاختلافات البسيطة بالهيكلة وبالغاية، يعني بالهدف من كتابة الريبورت. المهم، أكو سؤال آخر؟ أوكي. Summarizing is what? Summarizing، بس انتبه لي شوي، أنا مرة أجي أسوي summary، أقرأ الكتاب وأسوي له summary. أنا عندي paper أريد أكمل، أنا اختاريت موضوع أريد أكتب عنه زين، وقسمت هذا الموضوع إلى sections، وهاي sections كلها
مترابطة ببعضها البعض. وهاي sections develop يعني develop يعني each section develops the other one connected and develop يعني each section of those مثلا I have 10 sections or 5 sections each section is or should be related to the what should be related to other sections supporting other sections developing other sections based on other sections etc يعني يجب ان يكون مرتبط بالسكشنز البقيه زين انا اجيت شنو اجيت اخذت من كتب اخرين من كتاب اخرين زين مره اقول انا احتاج اسوي سمري اقول مره احتاج اسوي بارافريز مره لا ما اقدر لا سمري ولا بارافريز في بعض الحالات ها هو يعني مينلي انا لازم اعتمد على السمرايزنج والبارافريز في بعض الحالات في بعض الحالات أحتاج هنا أو هناك بشكل قليل أحتاج أن أذكر النص الأصلي يعني أجيب هاي السنتنس مال هذا المؤلف وأخليها نصا لكن هنا أنا يجب علي أن أضع هذه السنتنس يعني أضع علامة تدل على أن هذه السنتنس is not mine هي مو مالتي ترى أنا ما أخذها من مصدر ثاني لذلك شي يخلون inverted commas علامات الاقتباس معناها أنا مقتبسة نصا بدون تغيير إذا سويت تغيير يصير إشكال يعني معناه أنت ناقل غير أمين لأفكار الآخرين وجمل الآخرين ما علينا نجي إلى summarizing summarizing means writing only the main ideas انتبه لي شوي only the main ideas هاي تركز عليه لأنه الفارق بين السمري والبارافريز هو هنا السمري يأخذ فقط المين ideas without details يعني the main ideas of the original text shortly in your own language in your own language انتبه لي شوي اولا اخذت المين ايديز اثنين انا اخذت المين ايديز من الكتاب الفلاني من الارتكل الفلانيه يعني في البيبر ريسيرش لكن اولا فقط المين ايديا ثانيا استخدم ماي اون لانجويج مو استخدم عباراته وجمله والفريزز مالته والكلمات مالته والستركتشر مالته لا ماي اون لانجويج يعني ماي اون ووردز my own phrases my own clauses sentences structures بعد انتهت القضيه لا الشرط الثالث with citation اذا انتبه لي شويه الان واحد أريده يجاوبني لو فرضنا أنا سويت summarizing لكن واحد من هذه العناصر الملونة أمامك ما سويته يعتبر plagiarism لو لا بعد غير مصطفى قيس غير نور علي حسين أحسنتم جيد أريد عبير فلاح عبد الحسن نعم. I think it would be considered plagiarism if we don't do all of these things. Okay, so it's a plagiarism. Why? For example, if we don't cite, إذا ما وثقنا هذا plagiarism يعني لا محالة يعني ما بأي جدل. زين مرة أقول أنا وثقت لكن أنا ما استخدمت my own words, my own language. هذا كذلك شنو؟ كذلك هذا يعتبر شنو يعتبر plagiarism مرة أقول لا أنا هم وثقت وهم شنو وهم استخدمت my language لكن ما أخذت المين ideas لكن ما أخذت المين ideas طبعا هنا إذا ما أخذت المين ideas وأخذت details
هاي النقطة ما لها علاقة يعني سواء أخذت المين ايديز هاي لها علاقة بالفرق بين السامرايزينج والفرق بين البارافريزينج. بالسامرايزينج أخذ فقط المين ايديز، بالبارافريزينج لا، أخذ المين ايديز زائد الديتيلز. فهي ما لها علاقة بالبلاجيرزم أو مو البلاجيرزم. اللي إلى علاقة بالبلاجيرزم بهاي النقاط الثلاثة هو أولا يجب أن أستخدم my own language. من أقول my own language يعني أعني هذه الكلمات اللي between two brackets, words, phrases, clauses, sentences, structures. أوكي حط لها S حتى يصير parallelism. أوكي مرة أستخدم my own words my own language لكن ما أذكر citation, هذه سرقة 100%. مرة أذكر citation لكن ما أستخدم my own language, هذه سرقة 100%. صار واضح الآن؟ أكو واحد عنده سؤال؟ اللي رافع إيده بدون سؤال خلي نزل إيده الآن. أكو واحد عنده سؤال؟ yes, ممتاز yes. منو عنده سؤال؟ In paraphrase, you said we take the main idea and details. Okay. You mean details that we understand and paraphrasing from the From the source. Yes. Okay. Yes. In paraphrasing, inshallah, راح نشرح هذا الشيء. الفرق بين summarizing والparaphrasing هو summarizing نأخذ فقط the main ideas. ونعبر عنه بمن؟ نعبر عنه in our own language بلغتنا الخاصة بلغتنا إحنا نستخدم structure مالتنا ونستخدم words ونستخدم ما نأخذ من المؤلف. إذا أخذنا أي شيء من المؤلف وما خلناه between two inverted commas هاي تعتبر سرقة. مع ذلك لازم نذكر citation. إذا ذكرنا فقط citation هسه الآن نرجع لمن؟ نرجع لسؤالنا اللي سألناه بالبداية. قلنا هل السايتيشن فقط يعني فقط ذكر السايتيشن يكفي؟ لا لا يكفي. يجب أن تتوفر عندنا أولا الدوكيومنتيشن الأمانة العلمية في الإشارة إلى توثيق المصدر إلى توثيق المصدر. ومع ذلك يجب أن نستخدم our own language. ومن قلنا our own language يعني our words, phrases, clauses, sentences and structures. انتبه لي شوية هذا شنو يعني راح أشرح يعني عفوا راح أشرح هذا بعبارة أخرى. انتبه لي شوية شنو معناه؟ معناها writing condensable ideas. يعني مثلا condensable يعني مكثف يعني one page ممكن تصير two lines, ten pages ممكن أختصرها أسوي لها condensed into what into two pages. فالسمري الصفة الغالبة على السمري هو الكندنسد يعني يصير عندنا كندنس أو كندنسد تكست. شنو كندنسد تكست؟ يعني كندنسبل ايديز يعني فقط الأفكار الرئيسية فقط بدون ذكر أي تفاصيل. أعتقد الآن واضح الشرح. إذن كندنسبل ايديز لا بأس يعني أنا إن شاء الله متأكد تسمع الفيديو إن شاء الله مرة أخرى مرة ثانية تتوضح الأمور. وإذا كملنا صار عندنا مجال إن شاء الله ونكمل إن شاء الله عندنا مجال إذا كملنا راح تتوضح كل الأمور. إذن condensable ideas of the original text without details. هذا وين without details؟ بالسمري لو paraphrase سمري دكتور بس ممتاز. بعد in your own words شنو؟ In your own words. ممتاز. Phrases, clauses. هاي شنو سميناها in your own words, phrases, clauses, sentences and structures. شنو سميناها قبل شوي؟ يا يتذكر؟ Summarize. لا 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 لا. هذه هذا المقطع. يعني قلنا إذا sorry. Details. لا هذا إذا قلنا in your own words, phrases, clauses, sentence, structures معناه in your own language. متوقعنا ذكرنا هذا الشيء in your own language. إحنا شنو قلنا هنا؟ انتبه لي شوي هنا هذه أشرنا إلى language خلينا between two brackets هذه التفاصيل.
يعني هذه التفاصيل تشير إلى اللانجوج. المهم ما أريد أعقد المسألة عليكم أكثر. With the proper text أكو عندنا in text. انتبه لي شوية. وأكو عندنا end of text. شنو؟ citation. يعني مرة citation أو يسموها خليك نكتب documentation. يعني التوثيق مرة يكون داخل المتن. يعني while you are writing and explaining, arguing, okay, discussing. وفي نهاية النص عندنا list of شنو؟ list of references. يعني قائمة المراجع أو المصادر. يعني هذا تعرفونه. يعني في داخل المتن إشارات بسيطة للمؤلف. المؤلف والتاريخ والصفحة اللي أخذت من عندها المعلومة. لكن في نهاية البيبر، في نهاية الريسيرش لازم تذكر قائمة المصادر. هناك لا، هناك يسمونه شنو؟ يعني full information of publication. Full information of documentation or publication. يعني اسم المؤلف الكامل، سنة التأليف، اسم الكتاب الكامل، دار النشر. يعني إذا كانت مثلا دار النشر المدينة اللي بيها هذا دار النشر، أوكي. مثلا إذا كانت article اسم المؤلف، السنة، بعدين تذكر عنوان المقالة أو عنوان البحث، بعدين هذا البحث منشور بيا جورنال يا مجلة، بعدين هاي المجلة بيها فوليوم وبيها شنو؟ بيها إيشو، عدد الفوليوم إيش قد، عدد الإيشو إيش قد، الصفحات من يا صفحة ليا صفحة، لأن هذه لأنه الارتيكل هو عبارة عن جزء من كل، يعني مو مثل الكتاب. صفاء فد شوي وأرجع لك، خل أأشر هذا. نعم صفاء، شنو عندي السؤال؟ Yes sir. Yes, if I for example take 10 lines from different source in reference also I can write the publication and the name of writer also the same thing for each line I take it. لا انتبهي لي شويه صفاء. باي احنا مره عندنا، انا ليش انطيتكم البي دي اف اللي هو عبارة عن سامبل اوف ريسيرش بيبر، دزيت لكم اياه بالجوجل كلاس روم حتى تطلعون عليه. انا مثلا داخل النص مالتي اذا اشير استخدم افكار هي مو افكاري من اخرين، من اخرين، هذه الافكار اللي اخذتها من اخرين زين، شو أسوي؟ أذكر بالمتن فقط the last name of the author كوما التاريخ، تاريخ النشر مال الكتاب أو المجلة أو المقال أو البحث. لكن في نهاية البحث مالتي أذكر المعلومات كاملة، المصادر، المصدر نفسه. يعني أنا استخدمت هذا المصدر حتى لو مستخدمه، ها احتمال هذا سؤالك. أنا لو فرضنا استخدمت هذا المصدر 5 مرات في نهاية البحث مالتي أذكر المصدر مرة واحدة، ماكو داعي أذكره 5 مرات، هو مرة واحدة أذكره. لكن هنا أذكرته 5 مرات لأن مرة احتمال أخذت معلومة من page 5، ورا صفحتين 3 أخذت معلومة من page 9، احتمال أخذت بعدين معلومة من page 100 وهكذا. لكن في النهاية المصدر هو نفسه، المصدر ككل. صار واضح صفاء لو مو واضح؟ Yes sir, thank you. ممتاز ممتاز. زين بالنسبة إلى size، حجم السمري، حجم السمري كذلك يختلف عن حجم البارفريز. أنا إذا أسوي سمري، لو فرضنا أنا أقول لك اكتب لي سمري لهذا الباراجراف، والباراجراف عبارة عن one page، إذا أقول لك اكتب لي summary لازم تكتب لي two lines، يعني من أصل هاي البيج تقرأها قراءة
وتدرسها دراسة وتحللها تحليل ممتاز حتى تتوصل فقط إلى main idea of the what of the whole page. فقط تأخذ للmain idea لأنه السمري تتعامل مع المين ايدي. إذا كتبت لي مين ايدي وبعض الديتيلز أقول لك خطأ، أنت ما كتبت سمري، أنت كتبت فريز، لأنه السمري فقط المين ايدي. لكن البارافريز شنو؟ البارافريز لا، المين ايدي زائد شنو؟ الديتيلز لكن in your own language. اثنيناتهم in your own language. Summary, paraphrase. لكن السمري يكون فقط المين ideas والبارافريز يكون ويا details. Summary من أصل one page تكتب لي two lines، من أصل 10 صفحات تكتب لي two pages. لكن البارافريز roughly the same size of the original text. يعني one page إذا أقول لك سوي لي paraphrase تكتب لي one page. نفسه بالضبط لكن انت تعبر عنه بكلماتك بستركتشر مالتك لجراما مختلف الفريزز الكلوزز سنتنسز يعني تقدم وتاخر يعني حسب الضروره بس الحجم نفسه هذا بالبارافريز اذا السايز بالنسبه للسمري الون بيج تصير شنو تصير تو شورت سنتنسز اوكي اذا 10 بيج 10 صفحات اقول لك سوي لي عليهم سمري لو فرضنا تسويهم 2 بيجز 10 صفحات يصيرن 2 بيجز او اقل حسب شطارتك انت بس شنو كون ما تضيع مين ايديا اذا مثلا انا في البيج عندي 2 مين ايدياز طبعا هو اذا paragraph one main idea بس اذا عندي two paragraphs صير عندي two main ideas فاذا انطيتك two paragraphs بone page لازم تكتب لي two lines مثلا لكن two main ideas عبير فلاح عندي السؤال yes doctor نعم is there only difference between summarizing and paraphrasing the amount that we write and the omission of details Is that the only difference? Sorry? The difference between summarizing and paraphrasing is the only difference the amount that we write and the omission of the details? Yes, yes. You know, that's only the difference between summarize and paraphrase or summary and paraphrase. يعني طبعا using your own words باثنيناتهم لازم انت تستخدم your own language قصدي. من اقول language معناها words or phrases ما اريد اعيد. إذن your own language باثنيناتهم citation باثنيناتهم الفرق الوحيد بين السمري والparaphrase هو أنه السمري فقط تشير إلى المين idea بدون details لذلك راح يكون جدا condensed يعني one page into two lines ten pages into two pages or less لكن الparaphrasing هسه راح نعرف